حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق لم يسدد ما عليه من ديون إلى صندوق النقد الدولي على عكس ما أعلنت عنه المصادر الرسمية. وأشار الخبراء إلى أن أقساط قروض صندوق النقد الدولي بلغت 350 مليار دينار إضافة ل 100 مليار دينار فوائد ليصبح المجموع 450 مليار دينار، وهو ما يجب أن يسدده العراق للصندوق عام 2024، على الرغم من المصادر الرسمية التي صرحت سابقا بأن العراق سدد ديونه كلها. انخفضت أسعار صرف الدينار أمام الدولار في أسواق بغداد وفي أربيل، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية سجل الدولار 1453 دينارا، فيما سجلت أسعار الخميس الماضي 1451 دينارا مقابل كل دولار. وفي محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغ سعر البيع 1462 دينارا لكل دولار، وبلغ سعر الشراء 1442 دينارا لكل دولار. وفي أربيل سجل الدولار استقرارا في محل الصيرفة، فقد بلغ سعر البيع 1450 دينارا مقابل كل دولار، وسجل سعر الشراء 1449 دينارا مقابل كل دولار. تراجعت ساعات إمداد الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ في بغداد وباقي المحافظات العراقية ما عدا كردستان العراق مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الصيف. وشكى سكان من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء الوطنية، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع. العراق يعاني أزمة نقص في الكهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية، حيث يحتج السكان منذ سنوات طويلة على انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، خاصة خلال فصل الصيف الحار في العراق. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة لها على انخفاض بلغ دولارا و26 سنتا ليصل إلى 80 دولارا و72 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 53 سنتا بما يعادل 0.66%. وأغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض بلغ دولارا و26 سنتا ليصل إلى 83 دولارا و67 سنتا، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 53 سنتا. وفي ختام الجلسة انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي أسبوعيا بنسبة 0.6، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%. تراجعت أسعار النفط في نهاية جلسات تداول الجمعة وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبيك بلس المقرر يوم الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 81 دولارا و62 سنتا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم شهر آب 77 سنتا إلى 81 دولارا و11 سنتا. هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا إلى 76 دولارا و99 سنتا بحسب رويترز، كما تراجع خام برنت على مدار الأسبوع بنسبة 0.6%، فيما خسر خام غرب تكساس بنسبة 1%. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.